السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب براقي على ملعب نيلسون مانديلا اللي تقرر يعني إنشاء مجسم صغير للمناضل الكبير يعني الحقيقة، ويقع داخل يعني في الحديقة تاع الملعب يعني في الفضاء منعزل. وهذا شيء أمر جيد. أنا أحب الذهاب مثل هذا الليل الخطوات. ليه؟ علاش لازم احنا الجزائر ما كانش نكونوا منغلقين على انفسنا؟ والجزائر دوله قاره ودوله اقليميه، وفي يعني في المستقبل سوف تنضم الى دول بريكس. هذه دوله قويه جدا، ولابد تكون عندنا ننفتح الى يعني الفعاليات العالميه اللي كانت يعني عندها الافكار، كانت تحمل الافكار وما زالها تحمل الافكار نتاع الجزائر، نتاع المبادئ اللي مبني عليها الدولة الجزائرية والفلسفة اللي مبني عليها السياسة نتاعنا الخارجية في مساندة الشعوب المستضعفة ومساندة محبي السلم في العالم والدول التي تناضل من أجل استقلالها وتقرير مصيرها. لازم نكون نمد المثل في هذه الأمور، ولازم نبقى دولة منفتحة مهما كانت الأمور، ولازم نكون دولة ذات وسطية في تعاملنا مع أمور اللي قد تكون عندها بعد ديني أو إلى ذلك. لابد علينا أن نكون وسطيين، و يعني ما نكتفي بهذا القدر. خليكم تشاهدوا هذا الفيديو الرائع، ونعاود نجوز الصور بدون تعليق وبدون الصورة ديالي. السلام عليكم.